السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية، ودرس اليوم بعنوان طعامهم يميزهم. طعامهم يميزهم. من عنوان الدرس نحن سوف نتناول درس اليوم عن الطعام. فالطعام يعد شيء جوهري. الطعام شيء جوهري يجب أو الطعام شيء يجب أن نحافظ عليه وننوع فيه ويكون به كل العناصر المتكاملة. ومعنى جوهري بمعنى أساسي. أساسي. أحد منا يستطيع الاستغناء عن الطعام؟ لا طبعا، لأن الطعام زي ما قلنا شيء أساسي في حياتنا ويحافظ، لأنه يحافظ على بقائنا أحياء. يعني إذا لم نتناول الطعام فتنعدم أو لن يكون هناك حياة، لأن الإنسان سيصاب بالضعف ويكون هزيلا ولا يستطيع العمل والإنجاز، كما أنه يمنحنا ويعطينا المتعة في الوقت نفسه. فلا حياة بدون طعام. إذن الطعام هو الذي يحافظ على بقائنا بمعنى استمرارنا. يبقى بقائنا بمعنى استمرارنا. استمرارنا. لا أحد منا يستطيع استكمال حياته بدون طعام، لأنه يمنحنا الطاقة. يمنحنا بمعنى يعطينا أو يهبنا، وعكسها يمنعنا أو يحرمنا. جمع الطاقة طاقيت. طاقيت. هل الطعام في جميع العالم متشابه؟ لا طبعا، الطعام بيختلف يا أولاد من دولة إلى أخرى، وأيضا الطعام يعكس عادات الشعوب وثقافتها. يعني معنى كده أن تنوع الأطعمة من بلد لبلد ومن محافظة لأخرى بيدل على اختلاف العادات والثقافات أيضا على مر العصور. وأيضا الطعام بيرتبط بالمناسبات السعيدة كالأفراح والحفلات والأعياد وغيرها. إذن عندما يوجد عند أحد منا مناسبة ما، فأول شيء يتبادر إلى ذهنه معنى يتبادر يتصارع معنى يتبادر يتصارع. أول سؤال يتبادر إلى ذهنه، ماذا سنقدم على المائدة؟ يا ترى إحنا اليوم ماذا سنعد من الطعام؟ وكل دولة تتميز بنوع من أنواع الطعام المختلفة. كما ذكرنا أن الطعام أيضا ليس يختلف من بلد لآخر فقط، وإنما داخل البلد الواحدة يختلف من مكان إلى مكان. سنتناول مصر من دول العالم. في مصر هل هناك جميع المصريين يتناولون نفس النوع من الطعام؟ لا طبعا، بتختلف الأطعمة من محافظة لأخرى، وكل محافظة يميزها طعام مختلف زي ما هنشوف كده من خلال الدرس بتاعنا. كل محافظة كما ذكرنا تتميز بنوع من أنواع الطعام التي تميز هذه المحافظة عن أخرى من المحافظات. وسنتناول محافظة الإسكندرية. أولاد تعال نشوف كده في محافظة الإسكندرية. طبعا احنا عارفين ان احنا على بحر، فالأطعمة البحرية هي اهم ما تشتهر به محافظة الإسكندرية، وايضا محافظات القناة اللي هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية بتتميز بالأكلات البحرية. إذا تشتهر محافظة الإسكندرية بالأسماك البحرية والجندفلي كما نرى، وتشتهر بمعنى تعرف. تشتهر بمعنى تعرف. تعرف. أيضا بالجمبري وأم الخلول، هذه أيضا كائنات بحرية ونتناولها في الإسكندرية بكثرة. أما محافظة البحر الأحمر فهي تشتهر بأكلة تسمى السلات. السلات. هذه الأكلة هي عبارة عن لحم الضأن والماعز. ما هو الضأن؟ الضأن اللي هي لحم الخراف والماعز، طبعا عارفينها، ولحم الخراف الذي نتناوله طبعا في عيد الأضحى ومعروف لدينا. وهذه نوع الطعام أو هذا نوع الطعام يطهى على أحجار البازلت، أو نوع من أنواع الأحجار الصلبة، بيتم وسط أعشاب، يعني توضع أعشاب وأخشاب في على أحجار البازلت وتشتعل، وتوضع هذه الأطعمة عليها لكي تطهى، وطبعا تقلب لمدة محددة ويضاف لها بهارات مختلفة، وطبعا بتكون أمام معظم المنازل هذه المواقد لإعداد هذا النوع من الطعام.
إعداد بمعنى تجهيز. تجهيز. إعداد بمعنى تجهيز. هذه النوع من الطعام بتطهى قبيل المغرب. بعد ذلك توجد أرض سيناء. أرض سيناء كما نعلم تشتهر بأرض الزيتون، ولذلك فيكثر بها زراعة الزيتون، وطبعا ونستخلص منه زيت الزيتون الذي يدخل في معظم أنواع الأطعمة ولدى هذه المحافظة، وطبعا نحن أيضا نستخدمه ويعطي طعم ومذوق جميل للأطعمة. وأيضا في مطروح، في مطروح توجد أكلة تسمى المفروكة. هذا النوع من الطعام تشتهر به محافظة مطروح، وهو أيضا طعام مكون من لحم الضأن والأرز. ننتقل إلى صعيد مصر. صعيد مصر تشتهر بأنواع من الأطعمة مثل الكشك والفايش. مثل الكشك والفايش. طبعا يا اولاد الكشك يمكن معروف عندنا هنا في اسكندريه، بيصنع بطريقه مختلفه عن ما يصنع في الصعيد. في هنا في الاسكندريه بيصنع من الدقيق ونضع فيه الدواجن او نضع فيه الجمبري، لكن في الكشك هنا المقصود في صعيد مصر بيصنع من الغله على صوره كرات، وطبعا بيكون لها مذاق مختلف عما ناكله في الاسكندريه. وايضا الفايش تشتهر به هذه او معظم محافظات الصعيد. مع سؤال المتفوقين وسؤالنا، اذكر طعاما تتميز به محافظات الوجه القبلي. ما هي محافظات الوجه القبلي؟ ماذا اللي هي يقصد بها صعيد مصر؟ يقصد بها صعيد مصر. ننتظر اجاباتكم في التعليقات. ذكرنا أيضا أن صعيد مصر يشتهر بالكشك كما أنه يشتهر بالفايش كما ذكرنا منذ قليل، وذكرنا أن الفايش تشتهر به محافظات الصعيد، وأنه يكون مع قدوم عيد الفطر، وقنا هي أولى المحافظات التي تتصدر الصعيد في هذه أو في هذا النوع من الطعام. كما أيضا بتشتهر صعيد مصر يا أولاد بما يسمى بأقماع السكر أو الجلاب، وده يعتبر نوع من أنواع الحلوى، وطبعا لا تعرف سوى في محافظة قنا. قنا هي الشهيرة بهذا النوع من الحلوى. ننتقل إلى الشرقية. نجد أن الشرقية تتميز به طبعا ما يسمى بالفطير المشلتت، طبعا احنا عارفين كلنا عارفينه، وأيضا الحواوشي والعزيزية، وتعتبر هذه أشهر الأكلات الموجودة في هذه المحافظة. وزي ما قلنا إن الفطير المشلتت موجود في كثير من محافظات مصر، إلا أن بيكون له مذاق خاص في محافظة الشرقية. إذن نجد أن رغم وجود نوع من الطعام تصنعه أغلب محافظات مصر، إلا أن تظل محافظة أو مكان معين داخل مصر يكون فيها هذا النوع من الطعام نوعا مميزا. ونذكر أن لكل محافظة طعاما يميزها، وهذا الطعام بيدل أو بيعكس ثقافات الشعب أو عادات المكان. ونذكر أن الطعام هو مصدر للبهجة والمتعة، والبهجة بمعنى السرور والسعادة. لكن هل معنى هذا أن الطعام بيعطي البهجة والسرور ومصدر للطاقة كما ذكرنا، هل هذا معناه أننا نفرط في تناول الطعام ونظل طيلة اليوم نأكل ونتناول ما نشتهي من الأطعمة؟ لا طبعا، هذه الأطعمة يجب عدم الإفراط وتجاوز الحد في تناولها حتى لا تسبب لنا بعض الأمراض أو السمنة، وأيضا يقتضي ذلك الاعتدال، يعني يجب علينا الاعتدال في هذه الأطعمة وتناولها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، على أمل بلقاء جديد في فيديو آخر، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.